أهلا وسهلا بكم في النشرة اليومية من جزين تحكي. تشكيل مجلس جبهة ثورة 17 تشرين ويضم كافة الطوائف، الأمين العام العميد المتقاعد جورج نادر، نائب الأمين العام سمر أدهمي، لجنة الأرض والميدان ابن جزين، العميد المتقاعد جوزيف الأسمر، لجنة التواصل مع باقي الأطراف والأحزاب، العميد المتقاعد سامر رماح، لينا حمدان، محمود شعيب، مروان كيروز والعميد كيروز، لجنة الإعلام أمل أبو فرحات، أمين السر الدكتور مروان بلوط، أمين الصندوق المهندس أسعد الراعي والمحاسب بسام سنو. بين المع والضد، اقتراحات القوانين الانتخابية في المجلس النيابي، فرزلي نحتاج حوارا تحت سقف الطائف، عقيس اسحبوا الفتيل اسحبوا الاقتراح من التداول، عدوان المطروح اليوم يتعلق بتغيير النظام السياسي في لبنان، هل المطلوب العودة لقوانين تعطي النتائج نفسها لقوانين غازي كنعان ورستم غزالي، بوعاصي مش هيك منغير قانون الانتخاب، هاشم منفتحون على تعديل ونقاش القانون لما يخدم مصلحة اللبنانيين. مستغربة حملات التجيش المذهبية والطائفية الممنهجة على اقتراح قانون الانتخابات، كتلة التنمية والتحرير للإسراع بتشكيل حكومة اختصاص، وسنبقى مع القيام بتدقيق جنائي شامل وكامل لكل الوزارات والمؤسسات والإدارات والصناديق والمجالس دون استثناء أو استنسابية. توقفت الكتلة في اجتماعها أمام التداعيات الخطيرة التي باتت تهدد لبنان في وجوده، وتهدد اللبنانيين، كل اللبنانيين، كل اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم ومصيرهم جراء تفاقم الأزمات. تؤكد الكتلة انفتاحها على أي نقاش بناء بعيدا عن التشنج والخطابات الشعبوية والتحريضية للوصول إلى قانون انتخاب عصري يؤمن صحة وعدالة التمثيل. السفيرة الأمريكية دوروثي شي على الدولة اللبنانية أن تجري إصلاحات فورية، وباسيل حور فحوى لقاءاتنا التي جرت بيننا، والعقوبات التي وضعت عليه تعنى بالفساد، وهو شكرني على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله، والعقوبات عليه مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين، وهناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو بالإرهاب. زار بعبدة قبل سفره إلى الفاتيكان الراعي لحكومة إنقاذية مستقلة ومتابعة التحقيق الجنائي. وإلي لقاء بشرفني مع قداسة البابا، وعلى الأكيد بحمله وقعنا اللبناني وبحكي له بالتفاصيل عن الواقع اللي نحن فيه. شو بيقول الدستور؟ الدستور بيقول إنه الرئيس المكلف بهيئ الحكومة ومع رئيس الجمهورية بينهوها سوا. طيب ما بتنعمل الحكومة بالتقسيط، شقفة اليوم وبعد منا شقفة ثم بعدين شقفة، مش هيك بتنعمل الحكومة يسمح لي فيها يعني. استقبل وزيرة العدل عون الرسالة إلى مجلس النواب حول تدقيق المحاسبي الجنائي مستقلة تماما عن الخلافات والصراعات السياسية شكلية كانت أم عميقة، لأن هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة، ودون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة. في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي صوان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزراء الأشغال ميشيل نجار، يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي العيتر، ووزيري المالية غازي وزني وعلي حسن خليل، والعدل ماري كلود نجم وأشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبرت سرحان، باعتبار أن ملاحقة الوزراء منوطة حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
علي حسن خليل يقدم باسم كتلة التنمية والتحرير اقتراح قانون معجل مكرر لاعتبار شهداء المرفأ بمثابة شهداء في الجيش. الإمارات توقف إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة بينها لبنان بسبب مخاوف أمنية. وسامي الجميل يعلق: تعادون أصدقاء لبنان ثم تطلبون المساعدة منهم، سياساتكم الفاشلة تعزل لبنان وتقطع عنه الهواء، بينما همكم خوض معارك واهية لتغطية فشلكم المدوي وللإبقاء على التشنجات القديمة. ارحلوا عنا. جنبلاط ندور في حلقة مفرغة وسط تغيير هائل في المنطقة. مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان لتشكيل حكومة لديها الإرادة لتنفيذ الإصلاحات. بري تبلغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالمادتين 14 و15 من قانون المياه. مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياط النقد الأجنبي الإلزامي. بلدية الإغبائري أعلنت أن قسما كبيرا من الطحين العراقي في المدينة الرياضية أصبح فاسد، ووزارة الاقتصاد ترد عينات هبة الطحين العراقي مطابقة للمعايير الصحية والغذائية. ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100 ليرة وسعر صفيحة البنزين 92 أوكتان 400 ليرة وكذلك الديزل 500 ليرة، بينما ارتفع سعر الغاز 500 ليرة. نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز: الأزمة بدأت تكبر على أبواب فصل الشتاء وبدأت شركات الاستيراد بتقنين هذه المادة. وضع طوابع مالية في التداول من فئة 250 ليرة. روحاني: نهاية ترامبية أحدى علامات انتصار إيران.